رجعنا لكم من جديد مشاهدينا في كل مكان، ونحن ما زلنا في الحديقة الخارجية لقناة أم درمان الفضائية، وفيها عدد من الأطفال الصغار، وكمان معنا أطفال صغار هم أنتجوا أفلام. وزي ما تابعنا أول لقطة بعد الافتتاح في قناة أم درمان الفضائية، تابعنا فيلم، والفيلم أنتجوه معي الآن أطفال، وكمان ما شاء الله عليهم دائما هم بأعينهم في مجال التصوير ومجال المونتاج وكمان حتى مجال تصوير الصوت. يعني عمل تلفزيوني كامل بيعملوه عدد من الأطفال، وده عمل كبير جدا زي ما نحن افتتحنا بهذا اللقاء. الآن أسعد يكون معي الآن على يميني مصعب حسونة، طبعا هو مخرج ما شاء الله، هو شاب معروف. مصعب كيف حالك يا أخي؟ أهلا يا محمد، كثير منورنا اليوم. الله يخليك، شكرا، أنتم منورين أصلا يعني. يعطيك ألف عافية. الله يخليك. مصعب معك عدد من الأطفال الصغار، وإحنا صراحة كثير شاكرين وجودهم كده. أول حاجة عرفنا عليهم. طيب الشباب الموجودين ده هم من مبادرة تدريب الأطفال لصناعة الفيلم، وهي أول مبادرة سودانية وإفريقية ممكن تكون عربية لتدريب الأطفال وتمكين مهارات صناعة الفيلم. موجودين الشباب الآن معنا في نون وهي سيناريست ومرتضى هو مخرج، ومحمد روف هو مخرج ومصور كمان، ما شاء الله عليه. خالد برضه هو مصور في نفس الوقت هو مخرج. هم دي الأربعة من 16 طفل شاركوا كدفعة أولى في مبادرة تدريب الأطفال لصناعة الفيلم، ويتلقوا تدريبات مختلفة في مجال صناعة الفيلم، ابتداء من مرحلة كتابة القصة مرورا بالتصوير والمونتاج، التمثيل للفيلم، فنيات الإضاءة والصوت، الإخراج، إنتاج الفيلم بشكل عام. اتدربوا في فترة يعني بدأت من شهر واحد لغاية شهر سبعة كانت اكتملت التدريبات، وبعد نهاية التدريب اي واحد من الشباب الموجودين ديل عمل فيلم منفصل عنده علاقه بواحده من الموضوعات اللي بتتعلق بالاطفال او المجتمع السوداني بشكل عام، من مرحله الفكره وكتابه السيناريو لغايه مرحله الاخراج. ممتاز صراحه، ده عمل كبير جدا، وكونوا هم اطفال صغار يعملوا عمل تلفزيوني متكامل، وكل واحد من الناس اللي انتم شفتوهم عمل فيلم كامل من الاول من A ل Z ببساطتنا السودانيه. انت شنو الفيلم اللي انتجته الخاص بالاطفال، وبيحكي عن شنو، وكيف كانت كتابه القصه والسيناريو، وكيف كان التصوير، وكيف كان المونتاج؟ انا مرتضى ناصر. نعم. الفيلم تبعي اسمه الرضا بالمكسون. طيب. فاصلا الفيلم جات الفكره كنا قاعدين تحت شجره. ايوه. بتكلم مع مصعب والشباب، فجاتني الفكرة إننا نصور يعني قصة عن للأطفال المعاقين. طيب. فكان ناس بيلعبوا كورة وحاجة بالشكل ده، فيعني واحد يده معاقة فبيمشي يعني بيستهزوا عليه الناس وكده، فيعني عشان نوصل بها فكرة للناس يعني إنه ما يستهزوا للناس زي وكده بالشكل. بمعنى إنه رغم الإعاقة فجر طاقاته ما شاء الله عليه بيلعب وهو صالح في المجتمع، ودي وقفة منك أنت لشريحة المعاقين. نعم. انت اللي اخرجته مش كده؟ نعم. شكرا لك كثير، وربنا يجعل هذا العمل كثير، وفي انتظار افلام كثيره جدا منك ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. طيب ما شاء الله عليك انت، شنو الفيلم اللي انتجتيه، وكمان فكره الفيلم وكيف كانت، وكيف كان التصوير، وكيف كان المونتاج منك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا فيلمي يعني مع الاطفال، لكن هو بيتكلم عن البيئه والاشجار والزهور وكده. فالفيلم انا هنا الفكره استعنت بمصعب فيها، والتصوير كان في محل هنا المشتل بتاع القبطان هنا القبطان. ممتاز. فالفكره جاتني لهنا من مصعب، اللي هو الفكره دي يعني انه واحد بتاع مشتل هو كان عايز يبقى قبطان، وهو فتح مشتل عشان يرضي امه، ويعني عمل حاجه جميله وبيربي حيوانات كمان. نعم. ممتاز. طيب لكل الفتيات اللي زيك والاطفال اللي زيك اللي حابين دائما، انت اشتغلت في مجال البيئه، معروفه البيئه هي رئتي وهي نفسي وهي كل شيء في حياتي، وانتم كونوا اطفال صغار تساعدوا في تحسين البيئه، هذا هو عمل مهم. نحن اكيد في انتظار افلام منك جديده عن للبيئه او لكل عمل يخدم الطفل، نحن اكيد في الانتظار باذن الله. ان شاء الله. شكرا لك. نحن معنا طفل ثاني هو اللي عرضنا فيلم بعد ما نحن عملنا الافتتاح لليوم الخاص لحقوق الطفل، عرضنا فيلم، هو اللي صور الفيلم، هو اللي منتج الفيلم، هو اللي اخرجه. محمد رؤوف كيف حالك؟ الحمد لله. الحماس كيف؟ شديد. حماس عالي جدا. عالي. نحن عرضنا فيلمك وانت بعت لنا عدد كبير جدا من الافلام، ومصعب ما شاء الله عليه هو معاكم، كيف جاتك انك تصور يعني عمل مسرحي كامل، وكمان تصوير ومونتاج واخراج، ما شاء الله عليك، كيف جاتك الفكره تعمل هذا ده كله؟
في البداية ما كان عندي فكرة وكنت محتار، واليوم الأول انتهى واليوم الثاني واليوم الثالث. نعم. وفجأة كنا قاعدين كده جانا ياسين البطل. طيب. كان مصعب نسق معاه ويتكلم معاه. بعد ذاك بدينا نصور. صورنا مشينا الدار السودانية للكتب. ممتاز. ومشينا الدار السودانية كانت بتقفل الساعة 4. نحن مشينا 3:30. يلا صورنا بعد ذاك انتهينا. لما مشينا نمرق لقينا المكتبة اتقفلت. لا حول ولا قوة. كيف كان إحساسك والمكتبة قفلت؟ إحساس مرعب وإحساس مفرح. تمام. إحساس مرعب كان إنه نحن اتقفلنا، إحساس مفرح إنه أنا انتهيت. ممتاز. من تصوير الفيلم. من تصوير الفيلم. وكان فترة التصوير في فترة صعبة جدا، لأنه كنا نحن 16 كنا بنصور بكاميرا واحدة. نعم. طيب كيف جاتك الفكرة إنك تعمل فيلم، والفيلم خاص هو خاص بالكتاب، ومعروف إنه خير جليس في الزمان كتاب، وأنت بالفيلم جسدت فيه معالم تصويرية حثيت فيها إنه الأطفال الصغار من صغار لازم يتعلموا كيف يقرؤون، كيف يكتبون، كيف يكون الكتاب هو صديق بالنسبة لهم. شنو عمل قادم لك أنت تبهر به المشاهد وكل الناس اللي بتابعونا؟ عمل نقول إنه كل الأطفال يكونوا حوالينه، يخدم شريحة الأطفال، شنو اللي حيكون في المستقبل؟ أنا في البداية شفت الأطفال جميعا يعني ما عندهم بيقروا قصص وحاجات. طيب. بعد ذلك قلت أعمل الفيلم ده عشان يعملوا كده. ممتاز. وإن شاء الله تشوفوني عن المغرب. لا نحن في انتظار أفلامك إن شاء الله حتورد في قناة أم درمان الفضائية، وشكرا للفيلم اللي عرضناه بعد الافتتاح اللي بيحكي عن قصة القراءة والكتابة والتعلم. شكرا جزيلا لك. شكرا. الله يخليك. نتعرف عليك تاني. أنا خالد عوض. خالد ما شاء عليك صوتك جميل يا خالد، ما شاء الله عليك. شكرا لك. الله يخليك. انتجت يا فيلم وبيحكي عن شنو؟ انا اسمي عندي فيلم اسمه بيئتي. يا وهو الفيلم بيتكلم عن بيئه السودان والاوساخ الموجوده في الشوارع والاسواق. يعني شنو لقيت انه الاوساخ كثرت في السودان وبيقوا منظرها. ما سمح انك تكون ماشي في الشارع بتكون في اوساخ جنبك في كل حته بتكون ماشي. المنظر ده هو استفزاك. العاصمة الخرطوم هي متسخة، أكوام من النفايات، هي عبارة عن تلال وسط شوارع الخرطوم. استفزاك هذا العمل وانت عملت عنه فيلم علشان تقدر نخلي بالمقابل الناس يشاهدوا الفيلم ويخلوا الخرطوم كالعادة هي نظيفة وجميلة. يعني كيف إحساسك بتصور في هذا الفيلم بيحكي عن نظافة الخرطوم وعن البيئة تحديدا؟ والله في أول أيامات التصوير حسيت باندفاع قوية، وكمان في كان حوافز من مصعب. نعم. امشي صور كان يعني ميدني على فكرة شديد، وزادوا اداني الفكرة ميدني اني امشي اعمله، وانا ذاتي في ريحة انه يعني شنو ان انا بوصل رسالة انه في حاجات مو صح بتكون في البلد لازم تصلح. لقيت يعني انه حاجة كويسة اساسا انه الناس تعاين انك انت بتسوي حاجة لنظافة بلدك، لانه زي ما بقولوا النظافة من الايمان. صحيح. واهم حاجة النظافة، انت لو ما كنت نظيف ما في شيء بيه. يلا معناه نحن في انتظاركم باعمالكم بالافلام اللي انتم بتنتجوها علشان كل الاطفال الصغار اللي بيشاهدونا في قناتهم درمان الفضائيه، مثلا عن البيئه، عن الرياضه، عن الثقافه، عن الاقتصاد. نحن في انتظار افلام منكم تخدم شريحه الاطفال، لانه دائما الوطن في عيونكم انتم اللي حتبنوا المستقبل، وانتم دائما العاصمه الخرطوم تكون هي خضراء، تكون نظيفه، تكون جميله، بيدكم انتم. شنو ناوي تعمل في المستقبل من افلام جديده جميله علشان تجذب المشاهد وتخدم قضيه كمان؟ ان شاء الله دار اسوي افلام جديده حتكون لقدام دراميه، وان شاء الله حسوي افلام وثائقيه كثيره. يعني لو اي حاجات السمحه زادت في السودان عشان يجذب الناس حسوي افلام كثيره وان شاء الله لك. طيب لكل الزملاء معنا الان، يعني المنتجين في بلادي منتشرين، وفي قناة أم درمان الفضائية في منتجين في مصورين حيقيموا كل أعمالكم. شنو لزول لكل مصور ولكل منتج ولكل مهندس صوت ولكل ناس بيخرجوا أفلام، شنو حتقول لهم على الهواء؟ والله أقول لأي زول بيخرج أفلام وبيصور وبينتج ديل، يعني شنو أنتوا ناس بتوصلوا رسائل للناس، يعني بتوصلوا أي حاجة بتحصل في العالم، يعني سواء كان فيلم درامي فيلم وثائقي، يعني بيوصلها بصورة بيك، يعني السينما زي المراية بيكس لك. يا سلام عليك. بيكس لك انت بتعمل في شنو، بتعمل كيف. نعم. انا كثير شاكر لك، وصراحه ديل هم ما شاء الله عليهم، يعني هم اطفال عملوا عمل كبير جدا،
حتى مرات بيعجز عن عمله كثير من الرجال او كثير من الشباب. هم اطفال شاهدتوهم كمان بقياده مصعب، ومصعب معروف هو مقدم برامج تلفزيوني، كمان هو مخرج ما شاء الله عليه. هو صغير في حجمه لكن ما شاء الله عليه كبير بعقله، لانه كثير شاهدنا افلامه في عدد كبير جدا من المسابقات وايضا المنافسات المختلفه. مصعب، في ختام حوارنا معك رساله للشباب ديل، للاطفال الصغار الحلوين اللي الان معنا في الاستوديو واللي بيشاهدونا الان من خلال الشاشه، شنو حتقول في ختام حوارنا معك؟ شكرا للشباب، ومجهود كان جميل وموفق شديد. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه اليوم العالمي لحقوق الطفل. الله يخليك. نعم، نحن الان يعني خلاص ده كان الحوار في الحديقه الخارجيه لقناه ام درمان الفضائيه، وصراحه ليله يوم يعني مختلف، ضيوفه مختلفين، فقراته مختلفة، بالبساطة لعبنا، بالبساطة ضحكنا، وأكيد كان يوم كثير حلو مميز، احتفلنا كثير مع الأطفال الصغار الحلوين باليوم العالمي لحقوق الطفل. شكرا جزيلا لكل القائمين على هذا الأمر في قناة أم درمان الفضائية. يمكن قبل الفاصل معنا كمان تورتة حنقطعها على الهواء وحنوقد شموع المحبة والسلام فرح وسعادة لكل أطفال السودان. كمان تحية خاصة جدا لكل الأطفال العالم اللي بيعانوا من الحروب واللي مهجرين واللي في معسكرات اللجوء، كثير بنحييكم، وقناة أم درمان الفضائية بتتمنى لكل أطفال العالم المحبة والسلام ودائما تعيشوا في أمان. حنمشي لفاصل، بعد الفاصل حنحتفل معكم وخلاص جاء دور التورتة، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.